هاي بنات، ويلكم باك تو لوليا شانل. سو اليوم عملت لكم لوك نادين جيم بموركس دور. اذا حابين تشوفوا كيف عملته بليز كيپ اون واتشينج. You and I were always on the edge. We fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you? هبلش هلا احط برايمر على عيوني حتى الاي شادو ما يقطع، وهلا حثبت البرايمر بالباودر من لورا مرسيه. سو بتبلشوا من فتحه العين وبتضلكم ماشيين هوريزونتال حتى توصلوا على كسره العين، بعدين بتغمضوا شوي وبتنزلوا دايركت لجوا، وبتبلشوا تعبوها بالاي لاينر، بتمشوا على قد الزيح. وبعدها بتنطفوا الطرف شوي. وهلا حاستعمل اي شادو من هدى بيوتي باليت اسمه بلاك ترافل حتى اثبت الليكويد اي لاينر اللي انا عملته. رح استعمل تارت حتى نظف كل شيء داير مندر لاين. رح اعلم حواجبي بالميبلين برو ديفاينر. رح امشط حواجبي بكيمي برا من بنفيت. رح اعلم الانر كورنر بالكاكاو من هدى بيوتي باليت كمان. حاولوا تدمجوا البني مع الاسود شوي، لانه هي بالميك اب اللي عاملين لها الاونلي بارت المدموج هو بالنص. وهلا حاعمل هايلايت لتحت حواجبي ببنفيت اسمه توينكل. وهلا صار وقت تركيب الرموش. هلا حاستعمل برايمر من ميك اب فور ايفر سكين ايكولايزر، هيدا حتى يعطي اكله. هلا حاستعمل فاونديشن من جورج ارماني من السلك برقم 7، وكمان رح اخلطه مع بنفيت اللي هو لبرونزر. حاستعمل كونسيلر من نارس ميديوم كاسترد. وهلا حثبت تحت عيوني بباودر من لورا مرسيه. وهلا ححط اي شادو على جفن التحتاني باللون الذهبي بلاست. هلا هي مانا مقويه الميك اب تحت عيونها، حتى هيك شيء كتير هافي ذهبي. حستعمل هلا ماسكارا على الرمش التحتاني من لوريال. هلا حستعمل قلم للووتر لاين بقلب عيوني من نيكس. هلا حاعمل كونتورينج لوجهي بالكونتور كيت تبع انستازيا. وهلا بنفس الباليت رح اعمل هايلايت للحنك، رح احاول اعجده قد ما فيني. اذا ما عملت كتير بلندنج بس كرمال اقدر اجيب تكوينه لنادين، لانه ايام اذا بتعملوا كتير بلندنج ما بعود يبين انه انتو عاملين كونتورين. هلا بدي اعمل هايلايت لاطراف مخاري، لانه نادين ما عندها كتير مخاره، منه كتير ضابب لجوا. وهلا حاستعمل برونزر من انجلات. وهلا حاستعمل بلاشر من بنفيت بيجي شوي عروزة. واهم شي عن نادين قبل ما احط الليبستيك انه عندها الكيوبيد بو كتير واضحين، فرح اعملهم هايلايت. وهلا حاستعمل البلاينر من NYX نود البلاينر. وهلا حاستعمل ليبستيك من NYX. وهلا حارجع استعمل من بنفيت الهايلايتر داندليون. وهلا اهم شيء انه نقدر نجيب شمية نادين. سو هذا هو كان اللوك لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا. واذا حابين بعد تشوفوا فيديوز اكثر بليز سبسكرايب تو ماي بيرسونال شانل اند تو لوليا شانل. وانا بشوفكم بالحلقه الجايه. باي.